أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة حرص الوزارة على مواصلة دعم مختلف المؤسسات الوطنية والتنسيق معها من أجل تحقيق التطلعات المشتركة التي تصب في تنفيذ الاستراتيجية السياحية 2022-2026. نعم، جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها مع سمو الشيخة نيلة بنت حمد الخليفة رئيس ومؤسس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، حيث أطلعت الوزيرة على برامج وأهداف المؤسسة ودورها في تقديم السياحة الشاطئية والمائية الآمنة للمجتمع وزوار المملكة وتحسين معايير السلامة العامة والفندقية. وأشادت سعادتها بأهداف المؤسسة مؤكدة على أن المبادرات المطروحة ستسهم في رفع مستوى السياحة المائية. أشارت إلى أن البحرين تمتلك سمعة دولية رفيعة في سياحة الشواطئ ولديها البنية التحتية التي تخدم هذا النشاط، فضلا عن الفرص الواعدة في إحياء صناعة اللؤلؤ وربطها بالترويج السياحي.